هي مشكلة من زمان يعني، أصلا عندي مشكلة في السنان كلها بتبقى لازقة في الحضارة، كان حصل عندي حادثة قبل كده. ماشي، بس يعني وريني كده، تدوس على اسنانك. ايوه العضة نفسها فيها مشكلة. تاني، تمام، اقفل. معلش معلش، رخ شوية، رخ رخ. معلش معلش، برضه قلقان. انا عارف، انا عارف انت قلقان، وانا بحاول ابقى واحدة واحدة. وهنا كمان في الوجع في اليمين اكتر. افتح تاني. ايه مش احسن؟ طيب كده قفلت صح؟ قفلت صح، بس هي في تكة طبعا لسه. بس يعني احسن بنسبة كام في المية؟ 70. ما شاء الله. افتح تمام، اقفل اقفل. معلش انا اسف، بس قفلت صح برضو. افتح ده صح اكتر، ما شاء الله. افتح تاني، افتح. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اقفل. ايه رايك؟ تمام جدا. انت قلت لي انا ما بحبش المجازفه. ما بحبش المجازفه، بس ايه، احلى هديه لاحلى عريس. بالظبط، فك العريس هديه قبل فرحه.